قبيل مغادرته البصرة، اطلع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على سير آخر الأعمال في مشروع ميناء الفاو الكبير. ومن المكان ذاته أكد السوداني أن حكومته تضع إتمام المشروع على رأس أولوياتها، وهي حريصة على تذليل المعوقات لاستكماله ضمن المدة الزمنية المخطط لها. هذه الزيارة تأكيد على أهمية هذا المشروع وتنفيذه وأولويته في برنامج الحكومة. الحكومة سوف توفر كل الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذا المشروع بما يضمن تنفيذه وفق الزمن المخطط والمواصفة التي عدها الاستشاري. مهندسو ميناء الفاوي قدموا شرحا مفصلا لرئيس الوزراء عن نسب الإنجاز بما فيها المشاريع المكملة مثل القناة الجافة التي يعول عليها بتغيير خريطة النقل البحرية بوصفها الحلقة الرابطة بين شرق العالم وغربه، في وقت تعهدت شركة موانئ العراق بإنجاز الفاوي وتشغيله. أطلعنا دولة الرئيس والوفد المرافق له بكل التفاصيل وكل ما يثبت أن المشروع بحالة جيدة ومتقدمة، وقد لاحظنا دعم كل من دولة الرئيس والوفد المرافق له إلى المشروع، وإن شاء الله عازمين على تنفيذ المشروع إلى النهاية. في الفاو لا صوت يعلو على صوت مطارق دق ركائز الأرصفة التجارية ضمن مشاريع الأرصفة الخمسة للميناء، فخلال عام كامل ستنجز هذه الأعمال على سواحل الخليج طبقا للشركة الكورية المنفذة للمشروع. هذا هو مشروع الأرصفة ضمن المشاريع الخمسة في ميناء الفاو التي تنفذها شركة دايو. مؤخرا باشرنا بدق الركائز بعد أن أنجزنا أعمال تحسين التربة ورصف الحجر تحت الماء، وسنقوم بدق حوالي 1700 ركيزة خلال مدة أقصاها عام. الجولة التفقدية للسودان في الفاو أعطت انطباعا واضحا عن حرص حكومته على إتمام مشروع الميناء للأهمية الاستراتيجية للعراق وما تترتب عليه من نقلة نوعية في الاقتصاد بحسب رئيس الوزراء نفسه. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.